عدنان بيك، محمود بيك اجى يشوفك منشان اراضي فتون، شو رح نعمل؟ لسه ما قلنا للزلمه انه ما اخذنا الوكاله منا. خلينا نتفق مع محمود اول شيء، الباقي انا بحله بطريقتي، لانه لم انزع فتون خان وبقيت على الحديده وبدي مصاري. اكيد بتوافق دغري بعد ما اطبخها على نار هادي. الله يجعل مسواه الجنة. والله يا فتون خانو مزعلنا على اللي صار له. يا ريت كان بيطلع بإيدي يساوي الشي. وأنا كمان متوتر وفي شي جديد كل يوم. عملنا كل اللي منقدر عليه بس بدون فايدة. فكرته سافر لعند أخوي يجيب مصاري. ليش مراد خبى عنا الحقيقة؟ ما عم بفهم شو السبب. ما بعرف، بس يمكن يكون فكر يلاقي حل. المهم هلأ أنت شو ناوية تعملي والولاد كيفون؟ محتارة ومو عارفاني. ولا مرة كنت يأسانة ومو طالع بإيدي شي، مشان هيك اجيت لعندك حتى توقف معي. وأنا ماني عارفان إذا بقي فيني عقل. الأفضل مفكر لنحكي بالقصة. حلو هالحكي، اتفقنا على كل شي. مقابل هالأراضي رح ادفع لك نص الديون اللي عليكم، ويلي رح يبقى أنت رح تتصرف فيه لحالك. ايه والله مد إيدك، اتفقنا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بهالبيعة. بكرة إمتى رح نكون بالشهر العقاري؟ يا محمود بيك، نحن عم نستنى هلأ كم ورقة مهمين من اسطنبول وبس يجوا من خبرك، يعني كم يوم منوقع بإذن الله. إيه إذا هيك من بعد إذنك ببقى بشوفكم. إيه مع السلامة. الله معك، موفق. إيه والله زبطت هالشغلة، رح نخلص من كل الديون ونمسحهم. وهلأ خلينا نتصل بفتون المأنزعة ونحكي معه. طلع فيني شوف كيف الطعم بيرمى وكيف السمكة بيصيدوها. أنا ولا مرة بحياتي توظفت، قلت لك اللي صار معي حشرتني بالزاوية. قلت عليه أقرب صديق لإلي، ما طلبت منه دين، كنت بدي أمل لي وظيفة. شو هاليوم؟ بصراحة الموقف صعب. المفروض أخذ جواد على الدكتور وما معي ولا ليرة لأدفع له. ألو عدنان بيك؟ أرجوك اللي خبر يريحني. للأسف يا مرت أخي البحث انتهى، يلي بياخدوا نهر الفرات ما بيرجعه أبداً. يعني هلأ بفهم مراد راح؟ ما رح يصير له جنازة ولا حتى قبر كمان؟ رح نعمل بالأصول ورح نفتح له عزا، بس ما في داعي إنه تحملي حالك وتجي على الفاضي، وخليكي عند أولادك لأنهم أولى. أصلاً الأولاد وضعهم بيأسي، تعبانين ومو متحملين. أنا اتصلت فيكي منشان هالسبب، النار بتحرق كل اللي حواليها. إذا يلي راح جوزك أنت بيكون كمان أخي. وبتعرفي الموت قدر، ما إله حل يا مرت أخي. اللي صار كان صدمة إلنا كلنا. أنا لقيت حل مناسب ممكن إنه يساعدك. وشو هو؟ عنا هون في أراضي زراعية، الظاهر مراد كاتبها باسمك. مزبوط مو هيك؟ مزبوط، أنا كنت نسياني هالموضوع بالمرة. كتير منيح. بقى أنت شو بتلزمك أرض على الجبل بآخر الدنيا؟ عكلن أنت هلأ أبعتيلي وكالة رسمية وأنا ببيع الأراضي هون وببعتلك حقهم على اسطنبول، حتى لو ما كانوا كتار بتدبروا حالكم فيهم. أنت عم تحكي جد عدنان بيك؟ يعني ممكن نبيعها بسرعة؟ اي طبعاً منبيعها. ليش لحتى ما نبيعها؟ معقول نترك أولاد مراد جوعانين يعني؟ أنت بس بعتيلي الوكالة ولا تفكري بنوب بشي. تمام، أنت لا تاكل هم أبداً، أنا بجهز اللي بيلزمك من الوراق وإن شاء الله بكرة الصبح بيكونوا عندك. اي والله أنت أخت رجال يا مرت أخي. سلام. والله وزبطت القصة. مروان بدك توصيلي على فنجان قهوة تقيل وسكر زيادة. يلا تكرم عينك. والله زبطت. هالأمور ما بتصير هيك يا خانم. أنت شفتي هدول الأراضي؟ أنا كنت نسيانة ومو متذكرتهم بنوب. إيه طيب قال لك قد إيه قيمتهم؟ علي مو مهتمة بهالقصة، محتاجة لمصاري. ما بيصير هيك، بدك تبيعيهم بدون ما تشوفيهم؟ هن إلك، خدي الطابة وروحي شوفيهم وخلي هداك الندل يكون وسيط. شو القصة؟ لشو عم تقول هيك؟ هو بيكون أخوه للمرحوم مراد، بعدين مستحيل أترك أولادي وروح على هالفتي. إيه مراد مع إنه كان زوجك، شوفي قد ايه كان مخبي علينا اسرار. ما
ما في شيء بيصعب عليك، ما شاء الله عنك. لك عرفت صيدة يا مروان. سمكة كبيرة كتير صدتها بتسوى 150 كيلو من سمك الشبوط، مو حي الله. ما شاء الله يا عدنان بيك. بس يا آغا، هل مأنزعة بس متوعة على حالة وتطلب منا مصاري كتير؟ لك فتون، بنت الأكابر المأنزعة ما أنا فاضية لحتى تفكر. لك تصور ما سألتني قديش بتسوى الأراضي. مروان، يلا حط لي فيشي خليني أعمل مساج وارتاح، وبعدين روح وخد لي موعد من الطابة بكرة الصبح. تكرم يا بيك. يا ويلي 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 ويلي، شو طيب سمك الشبوط وبالذات إذا كان مشوي وملدوع. انت عم تصعبي الوضع اكثر ما هو صعب. ايه انا عم صعبه مزبوط. خلص ما عاد اقعد بهالبيت ولا دقيقه واحده، بكفي يا عايده. شو عم بصير هون؟ لسه عم تسالي؟ ما قطعوا لنا الغاز والكهرباء والمي كمان. شو قلتي؟ كلهم عليهم فواتير، من شهرين ما حد عم يدفع ولا ليره. ماما كثير كان حلو حلك للامور، برافو. لوين؟ وقفي هون. أنا رايحة لعند رفيقتي، لأنه هالقرنة صايرة مثل نشفة المجانين ما بتنسكين. لا ما في تروحي لأي مكان. ما دخلك فيه، أنا قلت لك بدي روح. لا ما في تروحي يا عايدة، أنا أمك. بعد ما راح البابا أنت ولا شي. أنا كرهانتك ومطايق أشوفك. مو عرفانة كيف عملت هيك وضربتها. المفروض من زمان إنه تعملي هيك. عايدة، عايدة يلا افتحي الباب. عايدة افتحي أحسن ما هيك تروحي. هلا فتون خانو، يا ريت تشرفي وتنزلي معي لتحت. عايدة، عايدة، هي أنا، افتحي الباب. فتون خانم الأساتذة من دائرة التنفيذ. تفضلوا أهلين، لكن إذا جايين للحجز أصلاً هنن أخذوا كل شي بالبيت. جينا مشان الإخلاق. قلت لي مشان نخلي؟ أي إخلاق؟ بيتكم انباع بالمزاد العلني. أنت شو عم تقول؟ ليش صار هيك؟ بيتكم انباع لتسديد الديون المترتبة عليكم، يلي اشتراه طلب إخلاءه فورا، وبكرة لازم تسلموا البيت فاضي من بعد إذنك. بس شلون هيك بدي أمشي وفي معي ولاد؟ إذا بدك نحن منحل كل شيء. طلعي حضرتك وبعدين منبعت لك إغراضك الخاصة لعنوان بتحدديه.